إذن يبقى على هذا الحال مع أزواجه إلى أن يؤذن المؤذن لصلاة المغرب. وما كانوا يؤخرون صلاة المغرب، الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم يتوضأ في بيته وأنه يخرج إلى المسجد متوضئا، وأن الصحابة كان عندهم شيء يسير من الوقت، بمجرد أن يؤذن بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه يقومون يبتدرون السواري، كما في الحديث الصحيح إن الصحابة كانوا يبتدرون السواري بعد أذان بلال يصلون. وهذه الصلاة هي التي أمرهم بها حينما قال صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. وفي الثالثة قال: لمن شاء، حتى يرفع الوجوب، حتى لا يظن أنه فعل واجب، لأنه نهاهم صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال لهم: لا صلاة بعد العصر. فحتى لا يستصحبوا هذا النهي أمرهم بأن يصلوا قبل المغرب، أي بعد الأذان وقبل المغرب، فإما أن يصليه الإنسان تحية المسجد، وإن كان في المسجد فإنه يشرع في حقه أن يقوم وأن يصلي ركعتين، فبين كل أذانين صلاة، حديث صحيح ثابت. وهنا يقول لهم صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، أي أنه يندبهم إلى أن يصلوا. والصحابة كانوا يبتدرون، من حضر منهم المسجد كانوا يبتدرون السواري، لأنهم كانوا يصلون على السواري حتى تكون هنالك سترة لهم، وحتى لا يمر أحد أمامهم، فيبتدرون السواري رضي الله تعالى عنهم. في هذا الموضع لا أعلم شيئا ثابتا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل المغرب، لم أجد شيئا ثابتا، لكنه حظنا ويكفينا الحديث القولي الذي أمرنا فيه بأن نصلي قبل المغرب. وهذا الأمر أمر ندب، يندب للإنسان أن يصلي هاتين الركعتين، أي صلاة يصليها في ذلك الوقت. يخرج صلى الله عليه وسلم حينما يجتمع الصحابة أو يقاربون على الاجتماع، يخرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد، ونهاهم عن أن يقوموا حتى يصل صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم. صلاة المغرب ما كانت صلاة طويلة، لكنه في أحيان عارضة ثبتت روايات عنه أنه يطيلها قليلا، لكنه من حيث الجملة إطالتها أقل من إطالة صلاة الفجر من باقي الصلوات. أما صلاة الفجر فيطيلها كما شرحنا من قبل، أما هذه فالغالب أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم سورا ليست بالطويلة، لكن ثبت عنه أنه صلى صلاة المغرب صلى الله عليه وسلم بسورة الأعراف، فصلى بسورة الأعراف، وسورة الأعراف طويلة لكن هذا ما كان كثيرا. وصلى صلى الله عليه وسلم أيضا بسورة مريم، وصلى بالطور، وصلى أيضا في أحاديث صحيحة المغرب بسورة المرسلات، هذه كلها جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. وفي سورة مريم كان يصلي فسمع صبيا، قرأها في الركعة الأولى، وسمع صبيا يصرخ، فصلى صلى الله عليه وسلم أسرع في الصلاة وقرأ من قصار المفصل في الركعة الثانية. وحينما سئل عن ذلك قال: خشيت أن تكون أمه معنا، لكن الغالب عليه أنه ما كان صلى الله عليه وسلم يطيلها. وصلاة المغرب ثلاث ركعات على الوجه الذي تعلمونه، وبينا من قبل شيئا من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة. في السنة الثابت أنه صلى الله عليه وسلم يلتفت بعد الصلاة مباشرة على أصحابه، وأنه صلى الله عليه وسلم لعله يأتي بالأذكار، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد الفريضة مباشرة كانوا يجهرون بالذكر، بذكر الله تعالى، بالتسبيح، بالتكبير، وكان يسمع صوتهم دوي لصوتهم، كان يسمع دوي لصوتهم في المسجد، فالأصوات كلها مرتفعة بالتسبيح والتحميد والاستغفار. هو نفسه كان يستغفر صلى الله عليه وسلم، وهم يسمعونه يستغفر صلى الله عليه وسلم ويأتي بأذكار ما بعد الصلاة، إلا أنه ما كان يبقى كثيرا. الفقهاء يقولون إنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادر بصلاة السنة بعد فريضة المغرب، ويقولون إنه ما كان يؤخرها. لذلك بعض أهل العلم، وإن كان هذا الرأي مرجوحا لا أرشد إليه، لكن بعض أهل العلم من الحرص على أن يصلي الإنسان سنة المغرب بعد الفريضة، من الحرص يقولون إنه لا يأتي بالأذكار إلا بعد السنة، لكن الثابت أنه يأتي بها بعد الفريضة ولا حرج في ذاك بإذن الله، لكن ليسعى
إلى الاقتصار على المأثور من الأذكار الصحيحة، وإن كانت له أذكار وأدعية أخرى فليأتي بها بعد السنة، هذا هو الأولى. فإنهم يقولون إنه كان يبادر، والصحابة كانوا يبادرون إلى صلاة سنة المغرب، ومن هنا ما كان صلى الله عليه وسلم يبقى بعد فريضة المغرب في المسجد، بل كان يغادر إلى بيته ليصلي السنة هناك، ما لم يكن أمر آخر. فهو صلوات السنن كانت هنالك يصليها في بيته، هذا هو الثابت وذكرناه من قبل، والسنة كذلك كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في بيته. فعائشة تقول إنه كان يصلي بعد المغرب ركعتين في بيته، وهذا هو الثابت، من شاء أن يزيد بعد ذلك فالأمر إليه، لكن راتبة المغرب هي ركعتان، وهي اللتان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد ذلك ليذكر ربه بما شاء. بين الأذانين كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبقى في بيته، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من بيته إلا لصلاة العشاء، وهذا الوقت قد نراه قصيرا الآن، نحن الآن يؤذن الأذان معنا بعد دخول وقت العشاء مباشرة، والناس يصلون بعد 20 دقيقة من الوقت، والرسول صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه كان يطيل وما كان يخرج إليه مباشرة، وكان يقضي ذلك الوقت في بيته. هذه الإطالة والتأخير في صلاة العشاء بقي معها صلى الله عليه وسلم في بيته، حتى ناداه عمر في يوم من الأيام وقال له: يا رسول الله، رقد النساء والولدان. والرواية الصحيحة تقول إن الصحابة كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، أي أنهم كانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم من النعاس، يبقون في المسجد ينتظرونه. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يأتيهم يقول لهم: إنكم في صلاة ما دمتم تنتظرون الصلاة، ويقول لهم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأن يؤخروا العشاء إلى هذا الوقت، إلى وقت متأخر يؤخرون العشاء، لكنه كان يستجيب لهذه الدعوات. رقد النساء والولدان يا رسول الله، بمعنى أنهم يريدون أن يرجعوا إلى بيوتهم. وهذا نفهم معه حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي أطال صلاة العشاء بعدما خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في قريته. الناس أهل زراعة وأهل حقول، يخرجون بعد الفجر مباشرة يعملون، وحينما يأتي وقت المغرب أو وقت العشاء فإنهم يأتون وفيهم من التعب ما فيهم. لذلك حينما أراد معاذ بن جبل، وهو من طلاب العلم قد لا يشقى بما يشقى به الفلاحون، وهو طالب علم يمضي سحابة نهاره مع النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتعلم، وهو شاب من الشباب، هذه المواصفات كلها تدعوه إلى أن يطيل في الصلاة. فخرج ذلك الرجل وأدى صلاته بنفسه أكملها، ثم ذهب يشكو معاذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك وهذا التأخير. فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت عن دين الله يا معاذ؟ وأمره بأن يقرأ قصار السور، وفي هذا مراعاة. ومن هنا حينما دعي صلى الله عليه وسلم نام الولدان والنساء، أي أنهم كانوا يجتمعون ويتوافقون على الوقت، فخرج صلى الله عليه وسلم مباشرة حتى لا يشق على أمته. هذا البقاء بين المغرب والعشاء من حيث الواقع أنا لا أعلم نصا واضحا يثبت وجبات على المعهود عندنا الآن، إفطار وغداء وعشاء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله لا أعلمه. ثبتت الأحاديث أنهم قد يدعونه للطعام في وقت الصباح، لشيء من اللحم في وقت الصباح، وثبتت الأحاديث كما ذكرناها من قبل أنهم في يوم الجمعة قد يتناولون الغداء بعد صلاة الجمعة، وأنهم هذا يدل على أنهم في غير الجمعة يتناولونه قبل أذان أو قبل صلاة الظهر. وثبتت الأحاديث أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس إذا قدم العشاء قبل صلاة المغرب أمرهم أن يبدأوا بالعشاء،
حتى لا تحدث أحدا منهم نفسه في العشاء فلا يخشع في صلاته. وقال لهم حتى يفرغ الواحد منكم وحتى يلبي دعوة نفسه ما دام جائعا، لأن الجوع في عصرهم هو الذي يسبق على النفوس بعكس أزمنة الرخاء. الإنسان يقدم صلاته على غيرها، لكن أزمنتهم كانت أزمنة جوع، فقد يبقى الإنسان قلبه معلقا بالطعام فلا يخشع في الصلاة. هذا الحديث يدل على أنهم كانوا يتناولون وجبة العشاء، هذا هو ظاهره، لكن أحسب أنه ما كان شيئا دوريا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لأني ما وجدت أحاديث على هذا. نعم، وجدت من الأحاديث الصحيحة ما يبين أنه دعي صلى الله عليه وسلم إلى الأكل بعد صلاة العصر، وقد كان صلى الله عليه وسلم يأكل وينتظرهم إلى أن يسلخوا وإلى أن يأكل وإلى أن يطبخوا، ثم إنه يتناول بعد ذلك ويخرج صلى الله عليه وسلم لصلاة المغرب، هذا ثابت. أما العشاء الدوري فأحسب أنه ليس ثابتا. عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إنه كان يمضي الهلال ثم الهلال ثم الهلال ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. العشاء الأغلب فيه أنه بالنار وأنه يطبخ، هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف مثل هذا العشاء. هم يقولون على هذه الرواية العشاء قد يكون قبل المغرب كما هو مألوف كثير من أجدادنا من قبل، وقد يكون بعد صلاة المغرب، لكن إن قدم الحديث إن قدم قبل المغرب فابدأوا به، هو معناه إن لم يقدم فمعهودهم أنهم يتناولونه بعد صلاة المغرب، هذا هو الظاهر. لكن حينما تقول عائشة تمضي 3 أشهر 3 أهلة ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ثم تقول بعد ذلك إنما هي منائح، أي أنهم يمنحون النبي صلى الله عليه وسلم، كان هنالك بعض الناس الذين معهم بعض الإبل أو الذين معهم بعض الغنم التي فيها لبن فيمنحون النبي صلى الله عليه وسلم لبن فيشربه، والظاهر أن هذا كان بشكل دوري، لذلك يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب اللبن كثيرا من هذه المنائح التي يمنح إياها صلى الله عليه وسلم. أما الوجبات المعهودة لا، فالظاهر أنه ما كان يحافظ عليها.